في إطار اهتمام الدولة بقطاع الثقافة، تفقدت وزيرة الثقافة نيفين كيلاني ووزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى 8 مسارح متنقلة، وذلك بعد انتهاء أعمال إنشائها. وأتي ذلك في إطار تجهيز تلك المسارح لتسليمها للهيئة العامة لقصور الثقافة لإطلاقها بكرة حياة كريمة، وذلك في إطار المرحلة الثانية لمشروع المسرح المتنقل والذي شهد تطوير النموذج الأول للمسرح. وأكدت وزارة الثقافة أنها تسعى للوصول بمنظومة المسارح المتنقلة إلى أبعد نقطة في مصر.